فلذلك يحتاج الإنسان إلى هذه التربية في مجالين، في مجال زيادته في الأعمال الصالحة وتعويد نفسه عليها وترويضها عليها، فقل من يصبر عليها. كثير من الناس يمكن أن يعمل في رمضان ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويكون منه الخير في رمضان، لكن إذا خرج رمضان دخل في شباك إبليس وشراكه، وإبليس يشن هجومه بعد رمضان لأنه يجتمع له قواه وجنده، فيفك أسر المرضى الذين كانوا مسؤولين في رمضان، فيريد أن يقتص من أهل الإيمان بما فاته به في رمضان. وقد قال بعض السلف رحمة الله عليهم: بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فمن لا يعرف الله إلا في رمضان جاهل بالله جل جلاله. فلذلك لابد من المجاهدة للثبات على العمل، ثم لابد بعد ذلك من المجاهدة في تحسينه. فنحن الآن تعودنا على الصلاة في صبانا وصغارنا، لكن إذا لم نجاهد أنفسنا في تحسين صلاتنا كانت صلاتنا كصلاة العوام وتعدانا الركب. فلذلك لابد كل مرة وفي كل صلاة أن يحاول الإنسان تحسينها بزيادة الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وزيادة الحضور فيها، وزيادة الخشوع والتؤدة فيها، والإقبال على الله جل جلاله. وكذلك في الصلاة نفسها، فالصلاة هي مثل السياقة، الركعتان الأوليان فيهما سورة بعد الفاتحة، مثل السرعة الأولى والسرعة الثانية فيهما ثقل، ثم تأتي السرعة الثالثة والرابعة والخامسة يقال انطلاقة. ليس في الفرض في الركعتين الأخرين لا يحتاج إلى سورة، وقد يحتاج إليها أيضا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في بعض الأحيان في الركعتين الأخرين بعد الفاتحة، وما ذلك إلا لأن السرعة قد يحتاج إلى التؤدة فيها أيضا في مسارنا في الطريق. فالصلاة لا بد من تحسينها، وهكذا في كل العبادات وهي مجاهدة، لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه على تحسين صلاته وصدقته ودعائه وقراءته القرآن وسائر أعماله وأخلاقه، وأن يفحصها في كل وقت. فالفحص الدوري الذي نجريه للسيارات لا بد أن نجريه لأنفسنا، فنحن محتاجون إليه. الأخلاق تتغير مع العمر ومع المسؤوليات ومع المرض ومع غير ذلك، فيحتاج الإنسان إلى فحصها كل وقت. أخلاقه مع الله أولا، هل هو كريم مع الله أو لئيم معه؟ أخلاقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو متأدب معه بالأدب؟ هل هو معزر له موقر؟ أخلاقه مع السلف الصالح، هل هو يقول ربنا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أو هو من الذين لا يعرفون أحدا إلا وله عليهم حق يوم القيامة وهو من خصومهم؟ فكثير من الشباب اليوم ومن غيرهم أيضا لا يذكر لهم اسم ولا يعرفونه، سواء كان في عصرهم أو في العصور السابقة، إلا تناولوه وبينه وبينهم خصومة يوم القيامة. ولذلك يقول الشيخ محمد بابا حفظه الله في قصيدة في تربية نفسه، يقول: وسببت أوزارا لغيري أضفتها إلى كل ما باشرته أنا من مزري، ولم ينجو من ظلم امرؤ قد عرفته من أبناء عصري كان أو سابقي عصري.